باش نحكيو عن نادي الفريق المهاجم الكاميروني للفريق ارموند كوب. برشا ناس يتسائلوا علاش ما صححش الملاعب هذا حتى لتوا مع نادي الفريق، ما تمش الاعلان على الصفقه رغميه تقريبا عنده اسبوع موجود في تونس. معنا بالتليفون وكيل اعمال اللاعب توفيق خالد. سي توفيق مرحبا. مرحبا سي اسلام، شنو الامور؟ لاباس عليك؟ يعيشك خويا. الحمد لله، شنو احوالك؟ مرحبا بالضيوف. شكرا لك سي توفيق. دونك انت الوكيل الرسمي للاعب ارموند كور، رغم اللي صاير برشا جدل حول الوكيل نتاعو، وانت ارسلت الوثائق الكل اللي تثبت انك الوكيل نتاعو وانه مصحح معاك عقد اللاعب هذا. خلينا نفهموا في البدايه اللاعب كيف جاء لتونس وشنو كيف صارت المفاوضات، ويبدو لي ما جاش للنادي الافريقي من الاول. اكزاكتومون. باي شوف خويا، بالنسبه لارموند كو مفاوضات باش نعطيك بالترتيب. في الديبي سيتي مو جوان سيتي بريفي، معناها اون بيان افونسي مع الاهلي طرابلس في ليبيا. كي ما خذوش البطوله وصارت شويه مشاكل في الاداره وتبدلت الاداره، اون افي معناها ديسيدي دو شانجي. دخلت ليتوال النجم الساحلي سيتي البرومي ايكيب تونسي تدخل على معناها اللي قال البارح مجد القبنطيني وكذبوا كمال بن خليل صحيح. بيان سور. ديبوي لو 16 اوت، برومي كونتاكت مع النجم الساحلي سيتي لو 16 اوت. حكينا والحكايه ما خذتش معناها 24 اور، وجي ريسي لوفر وجي ريسي لانفيتاسيون والديموند معناها للامباساد في الكاميرون على الفيزا. والملاعب اللي تي كونفوكي ليكيب ناسيونال. عملنا لي ديمارش ومشى ديبوز الفيزا نتاعها في الامباساد. إلى يو الفيزا لو 29 اوت اكزاكتومون، وحضرنا الكونكرات وكل ومشى مع المنتخب. ودايور حتى في الستاج نتاع المنتخب معناها خشت ايكيبات اخرى لكن سون بليس. اونتر تون لو 25 اوت دخلت ستيف. وفاق ستيف دخلت لو 25 اوت. إيزون اونفوي اون اوف. الملاعبي املا كاشي معناها ما صارحنيش بها. قال لي جيت فما دي كونتاكت من ستيف سون بلوس. قلت له ركز على المنتخب واحنا ديجا افونسي في بروجي. كيف تحكي بالوثائق؟ بعثت الوثائق اللي توري معناها بعثتهم لي وريتهم لي، وبعثت حتى فيديو اللاعب يحكي انه باش يكون في وثائق ستيف. باو انت قلتي ما نشغلهمش، نحترم الرغبه نتاعك، لكن انا شفتهم الوثائق هذوما والفيديو هذا. ميرسي عايشك. خلينا نرجعوا لو 25 اوت وقت اللي جات اللوفر نتاع وثائق ستيف. الملاعبي املا كاشي ما صرحنيش بها وما قاليش، معناها قلت له قال لي جوست فما دي كونتاكت وكلموني ناس من ستيف. وانا نصحته قلت له ركز على المنتخب والبروجي سبورتيف اللي معناها اون لا كومونسي اون فا لو فينير بعد لا سيليكسيون. اش يعمل الملاعبي مع تلفون الفامي نتاعها؟ طلبوا منه باش يصحح في ستيف. والوفر دو ستيف بريميرمون جت اللوفر افيك معناها الديوري دي كونترا واللي مونطون معناها لي شيفر اللي باش ياخذهم كان كونترا دو دو سيزون. وكيما تعرف خويا في القانون اون اوفر اللي فيها يكون فيها الاوفر اوفيسيال تكون فيها ديوري دي كونترا بلوس لي شيفر معناها كي فاتوشي الملاعبي، سي معناها ليكيفالون تاع ان كونترا اوفيسيال. معناها وقت اللي تقبلها سي كي في اون ديري معناها صححت لها ان كونترا. هم معايا مختار بالله في النقطه هذه، خليني ناخذ رايه هو رجل القانون. الاوفر كي صح علينا الملاعبي يعتبر معناها كانه كونترا، هو صح في اوفر مش في كونترا. صحيح. وقت اللي يجي اوفر كيما حكى بالكريتير هذايا وتتم الموافقه معناها يتم القبول نتاعو، تنجم الجمعيه ولا الطرف المتضرر يمشي به للفيفا وياخذ في حقه في الموضوع. معناها اذا كان جاب الكريتير اللي ذكرهم الوكيل. دونك حسبك انت اللاعب مصحح عقد مع وفاق ستيف معناها؟ مع وفاق ستيف و دو بلوس وفاق ستيف. ماك تعرف معناها تتضررت هي برشا جمعيات حتى في تونس تتضرر من لاعب يكون معاه في كونتاكت ومن بعد يصير كيما قال خونا هامس تحويل وجهه. فهمتني؟ وفاق ستيف طلبوا من الملاعب انه يعمل اون فيديو ايك لو بابيي وانا شفتها خويا اسلام ويقول فيه اللي هو معناها يفي بارتي دو كلوب وانا سمعت انت الفيديو اش فيه. تو سا معناها انا ما كانش في علمي به. معناها كنا نحضروا في البروجي اللي قلت لك اللي كان مع النجم الساحلي. وكملت لا سيليكسيون لو 2 سبتمبر اكزاكتومون. لو 2 سبتمبر جات اوفر كلوب افريكان. كلمني اللاعب قال لي خويا راني جاري اون اوفر دي كلوب افريكان. قلت له خويا سين جروند ايكيب وجمعيه كبيره واي ملاعب يتمنى باش يمشي لها، مي نو رانا اون افونسي مع ليتوال دي ساهل وعملنا البروجي نتاعنا واتفقنا في كل شيء.
معناها اوبليي. كيف كيف في الحكايه فما ناجون تونسي مع خو الملاعبي قبلوا بالكلوب افريكان. كيف توا احنا معناها في ثلاثه جمعيات ستيف والكلوب ويتوا اكزاكتومون واضح. فكوا له التليفون نتاعه ما عادش يجاوب على التليفونات وكل. شكون اللي فكوا له؟ الفامي نتاعه. باهي الفامي نتاعه باسكو لوفر دي كلوب افريكان اللي تي بريس لو دوبل نتاع ليتوال و ندير 1.5 نتاع ستيف. وكنا حكينا عليه البارح 160 180 200 الف دولار هكا. اكزاكتومون. الملاعب يخلط لتونس كيما قال امس تونا غلط على الحكايه ما فما حتى حد جا للمطار ولا حاول يبدلها ولا الحكايه كلها ماهناش منها ماهيش صحيحه. الملاعب جاب ليتوال قبلوه لي ريسبونسابل نتاع كلوب افريكان عملوا الفيزا ديجا معناها اللي فات خرج طول مع كلوب افريكان. انا اش عملت؟ جي سيزي لا فيفا ديريكتومون. اول حاجه بعثت ان ايميل لكلوب افريكان بور ليزافيرتير قلت لهم راهو اللي قاعدين تعملوا فيه غلط وعطيتهم باللي بروف وكل شيء. شنو كان ردهم؟ سيلونس. ما جاوبوكش. سيلونس. معناها عندي الموندا اوفيسيال دو مع الملاعبي اكسكلوزيفيتي لاهي على شمال افريقيا ولاهي على شمال اسيا موند اونتي من نوفمبر 23 قدمت كل شيء و شكاش با اونتر تون جي معناها جي افيرتي كثير وناديت ستيف وقلت لهم حتى انتم فوزالي معناها بورتي بلانت على على الملاعبي وسيسكونا فيه اون بورتي بلانت لي دو وتوا انا عند الفيفا ويفون ترونشي. هذا ينجم يفسر معناها ان الكلوب حتى لتوا على ذاك ما اعلنتش الصفقه؟ ا مون افي وا باسكو لا بليسيور ما ساتيان با لا روت حكايه لا بليسيور ساتيان با لا روت. فوالا هذا هي الحكايه.